السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا نسوي حلو. هذا الحلو تعلمته من زمان، يعني من الأشياء اللي جدا لذيذة وحلوة. ما نقدر نقول عليه كيك، ما نقدر نقول عليه بسبوسة، يعني شيء بصراحة روعة. تعلمته من فترة طويلة وما زلت أعمله من سنين، وكل من إجى عندي وطعمه قال لي بصراحة لذيذ، فقلت خلاص. بما أنه الكثير سألوني على هذا الموضوع وسألوني على هذه الطبخة، فقلت أعلمها لمتابعيني وخلوكم معي ونشوف طريقة العمل لهذا الحلو. طبعاً المقادير اللي بنحتاجها علشان نعمل الحلو هي كاسة زبادي بالإضافة إلى كاسة سكر، ومعها كمان كاسة زيت، وهنا معانا جوز الهند كاسة ونصف، ومعانا 3 بيضات، وبندق أو لوز للتزيين، وكاسة ونصف من السوقي، نحن نسميه سوقي في عدن ويسمونه السميد الناعم، ويسمونه أهل الشام الفرخة، أعتقد يسمونه الفرخة. هذا هو المهم، إنه سميد أو سوقي، بالإضافة إلى السكر فانيليا والبيكنج بودر. أما القياسات فأنا استخدم هذا الكاسة مثل هذه، هذه كاسة والصغيرة نصف كاسة. فخلوكم معاي، وقبل ما نبدأ طريقة العمل خلوكم معاي ونشوف الهدية اللي اليوم وصلتني من قطر، من صديقة من قطر. خلوكم معاي وتفرجوا معاي هديتي اللي جاتني. بعدها إن شاء الله نبدأ العمل الحلو، فيلا بنا. قبل ما نبدأ طبختنا لليوم خلوني أوريكم الهدية اللي وصلتني اليوم من قطر. خلوني أوريكم في البداية، أول بأول بنبدأ بأول شيء بطلع لكم، وأحسن شيء طبعا هذه جتني اليوم سجادة صلاة. نفتحها ونشوف هذه السجادة، صراحة ناعمة مثل الحرير، شكلها روعة جدا. شوفوا هذه السجادة صلاة، جدا حلوة. وناعمة وتنفع للسفر، الواحد خفيفة يقدر يتنقل بها ياخذها معه أي مكان. شكرا، ما قصرت يا أم عبد العزيز على هذه الهدية الحلوة. هذه سجادة الصلاة أول شيء. وهذا معاها سورة الكهف مع السجادة، روعة. طيب خلونا نشوف الهدية اللي بعدها، هذا الفستان أو الجلابية نوع مطرز وفي شغل هنا في الصدر. شوفوا هذا النوع، طبعا هو طويل مثل الفستان، جلابية. شوفوا هذا الشكل، هذه الهدية الثانية. خلوكم معاي واشوف بقية الكيس وبقية الهدية ايش فيها. نفتح الكيس ونشوف هذا الكيس البيج،
مكتوب فيها جوهرات الدلو. نفتح مع بعض نشوف هديتنا من أم عبد العزيز. هذه الهدية والله شكلي ما عاد افتح هدايا، اقطع الاوراق قطع. شوفوا كيف هنا من هنا. جوهرات الدلو من هنا. الله، شوفوا على خاتم رقيق وحلو. هذا هو، جربته اكثر عشان تشوفونه. نشوفه، ايه شوفوا ان شاء الله يكون تصويري واضح وبين. مشكوره مع عبد العزيز، ما قصرتي. هذا بالنسبه للخاتم. خلينا نشوف اللي بعده. هذول حجابين او مقارم، حجابات. وهذا فستان او روبة، الروبة طويلة طبعا. هذه كانت هديتي اليوم من قطر، والآن خليكم معاي في طبختنا لهذا اليوم، ويلا نبدأ. أول خطوة بنعملها إن إحنا بنحط كل المقادير السائلة في الخلاط. معانا أولا البيض والزيت والزبادي أو القطيب والسكر. نحطه في الخلاط ونبدأ بالخلط. شوفوا كيف صار الخليط أبيض. بعد كده أشيله من الخلاط وأحطه في وعاء. وحط عليه السوجي أو السميد والنارجيل، وأبدأ أحرك بهذا الشكل. شوف إلى أن يتجانس مع بعض كله. كيف صارت الخلطة هذا الشكل. بعد كده أدهن الصينية بشوية زيت وأصب الخليط في الصينية. بيكون قوامه مش خفيف، يكون قوامه مو مثل الكيك، أسمك شوي من الكيك.
الكيك يكون أخف. بعد كذا أقوم بتقطيعه، طبعا لسه بس علشان يكون مبين بعدين كيف التقطيع. وأزينه بالبندق أو لوز أو أي شيء تحبون. أنا حطيت اليوم بندق بهذا الشكل. وبعد ما أخلص التزيين أحطه بالفرن على درجة حرارة 180، والآن بدخله الفرن ونشوفه بعد ما نطلعه من الفرن. وبعد ما استوت بهذا الشكل نطلعها من الفرن. أخذت معانا حوالي ربع ساعة على درجة حرارة 180. أول ما تطلع من الفرن وهي ساخنة أصب عليها القطر أو الشيرة، موجودة عندي دائما، أجهزها من قبل. طبعا تكون الحلى يكون ساخن وهذه الشيرة تكون باردة أو القطر، فأصب عليها شوية شيرة وهي ساخنة. طبعا الكل بيتشرب لداخل لأنها سخنة. شوف كيف صارت. خلونا نقطعها ونشوف كيف بتصير. طبعا بمشي على نفس اللي عملته أول، تقطيع نفسها، لذلك أنا سويتها قبل ما أخبزها. شوفوا كيف. شوفوا كيف ما شاء الله. شوفوا 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 كيف. شوفوا كيف. شوفوا كيف شكلها. طعمها فنان. شوفوا ما شاء الله طعمها لذيذ جدا وخفيفة، ممكن تحطونها بدون شيرة كمان. روعة. هذا وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو وشيروه. تشوووس.